السودان الدولية، ومنها نقرا: السودان يفقد 30% من حصاد المحاصيل الزراعية بسبب التخزين. كشف برنامج الغذاء العالمي عن فقدان السودان مليار دولار سنويا، تعد خسائر ما بعد الحصاد بسبب التخزين. وأعلن نائب المدير القطري للبرنامج هاني مسلمي عن دعم برنامج الأغذية العالمي لما يقدر بنحو 30%، تعد فاقدا من حصاد المحاصيل الزراعية بالبلاد. وأشار إلى أنه ينتج في المتوسط ما بين 6 إلى 8 ملايين طن من الحبوب سنويا، غير أنه يفقد 30% من المحاصيل بما يعادل مليار دولار سنويا بسبب التخزين التقليدي. أشار إلى الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة فاقد ما بعد الحصاد، ونوه إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع الحكومة، وأكد سعي الجهد للوصول إلى أفضل الطرق لتحقيق الاستدامة للمشروع وإمكانية الوصول لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر تماما خلال 2030. بلاد رغم المشكلات التي تواجهها تفقد 30% من المحاصيل الزراعية بسبب التخزين. بماذا تعلق أستاذ عبد الرحمن؟ أعلق نحن مثل ما قال الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محموله. نحن نتلقى إقاثات وإعانات وهبات، والآن كل المنظمات قالت أنها ستعود لأجل أن تقدم إقاثات وإعانات لمواطنين سودانيين. حين نفقد نحن من محاصيلنا سنويا 30% من المحصول المخزن تخزينا غير علمي وغير مناسب، لأنه في مخازن تقليدية، تبدو الحاجة تماسة. طبعا نحن واحدة من الإشكالات. طيب المطلوب شنو عشان نواجه المشكلة؟ المطلوب كالآتي: نحن في كل المحاور نفتقد البنى التحتية على مستوى الطرق، على مستوى الاتصالات، ومن ثم الآن المطلوب صوامع قلال بأحدث الطرق موجودة الآن. صوامع في القطار طبعا لا تكفي لتخزين كل الإنتاج، ولأجل ذلك يلجأ الناس إلى التخزين في المخازن التقليدية، ولأجل ذلك نفقد 30. طبعا تذكر، إن كنت تذكر، حتى صوامع القبارف قديمة جدا يعني. إن كنت تذكر قبل عام كان قد تلفت كل محاصيل ديوان الزكاة في القبارف، وفي حين كان ينتظرها المساكين والمستضعفين والفقراء وذوي الحاجة، وتلفت. نحرق كميات كبيرة من الغاز في مصفات الخرطوم ونستورد الغاز من الخارج لعدم توفر مواعين للتخزين. كيف يمكن إشراك القطاع الخاص في توفير مواعين كبيرة للتخزين في المحاصيل الزراعية وحتى المشتقات البترولية؟ بالتأكيد ليس القطاع الخاص السوداني وحده، بل حتى القطاع الخاص الأجنبي، لأن الاستثمارات في ظل الاقتصاد السوق الحر كلها ينهض بها القطاع الخاص. ومن ثم المصفاة هذه ربما لا يدخل عليها القطاع الخاص، عليها أن تتولاها الدولة، توسعة مصفات الجيلي، وكذلك توفير مخازن مستودعات لهذا الغاز. يا أخي، نحن الآن في وقت قال فيه وزير النفط أننا نحرق الغاز في الهواء، نحن في عرض نستورد غازا من الخارج. وزير النفط ذهب إلى أن كانت هناك باخرة قد رست عليها حمولة غاز، لم تكن الدولة تتوفر على 10 مليون دولار حمولة نفط الشاحنة أو سفينة الغاز هذه، واضطرت الحكومة أن تستدين من شركة الفاخر 10 مليون دولار، ثم رست باخرة أخرى كانت محملة بالقمح، والحكومة عجزت كذلك عن توفير 28 مليون دولار، وكذلك استدانت من شركة الفاخر لتسدد حمولة الباخرة من القمح. كيف تضع الحكومة برنامجا استراتيجيا حقيقيا لحل هذه المشكلة الحقيقية؟ لأن هناك موارد تهدر بسبب مواعين التخزين وبسبب حتى البنى التحتية بشكل كبير. طبعا في تعريف الفقر، في أحدث تعريفاته العالمية، أن الفقر ليس أنك لا تملك موارد، لكن الفقر كيف أنك تعجز عن إدارة هذه الموارد.